ينضم الينا من تعز المتحدث باسم محور تعز العقيد منصور الحساني. سياده العقيد مرحبا بك، لو تطلعنا عن اخر المستجدات خصوصا بعد الانباء التي تحدثت عن تم السيطره الفعليه والتحرير لمعسكر العمري. مرحبا بك اخي الكريم. اخي الكريم، اليوم الجيش الوطني القادم من محور عدن والاحد يتمكن من التقدم والسيطره على معسكر العمري بعد ان نفذ هجوما ناجحا في اتجاه المدارس والجبال شرق العمري والسيطره عليها بالساعات الماضيه. نعم. وتطهيرها وملاحقه الميليشيات وايقاع الخسائر الكبيره في المعدات والارواح. يتمكن بعد ذلك الجيش من السيطره الكامله على معسكر العمري بكل منشاته وملحقاته. نعم. ويتقدم في اتجاه المناطق بعد معسكر العمري والوصول الى منطقه الجديد، وكان هذا بدعم واسناد من طيران التحالف العربي وخاصه الطيران الرصي الذي دخل في المعركه ويحقق يعني نجاحا كبيرا في استهداف تجمعات العدو وقواته. نعم. ويمشط المنطقه من امام الجيش الوطني ويستهدف العناصر والمعدات، ومثل نجاحا كبيرا في الدخول في المعركه معركه اليوم. والجيش الوطني يتقدم بشكل سريع ويحقق مهامه القتاليه بنجاح. وايضا هناك تحرك من الجبهات غرب تعز التي بتلتحم مع الجيش الوطني من اتجاه الوازعيه واتجاه بني عمر وراسم ومقبنه والفدحه. والجيش الوطني يتحرك في هذا الاتجاه ليمشط الجانب الشرقي بشكل كامل للساحل، وسيلتحم مع اخوانه في اتجاه المخا، والنصر ان شاء الله في الساعه القادمه ليكون نصرا مكللا بالنجاح والتوفيق من الله عز وجل. وايضا كان هناك معارك مواجهات شرسه في اتجاه الجبهات داخل المدينه وفي اتجاه الجنوب جبهه الجنوبيه في الصلو والاحكوم، وهناك مواجهات في الشرقيه من امس ليلا شديده جدا مع الميليشيات، وكان ايضا قصف بالاسلحه الثقيله متبادله. يتمكن الجيش الوطني من اسكات اسلحه العدو الثقيله، والمعارك مستمرة ومحتدمة وخاصة في الجانب الغربي أخي الكريم. نعم سيادة العقيد، في إذا ما ركزنا بالحديث حول معسكر العمري، الآن تمت السيطرة على هذا المعسكر، ما الذي تعني السيطرة على هذا المعسكر وما الذي ستمثله في من إضافة للمعركة في خلال الساعات والأيام القادمة؟ معسكر العمري أخي الكريم كان يمثل مثابة منطقة خلفية للجيش الوطني الذي يحمي مضيق باب المندب، وهو في منطقة محمية بالجبال من كل اتجاه، محصنة منطقة تعسكر دائم محصنة بالجبال المرتفعة والمسيطرة والهيئات الحاكمة من كل اتجاه. نعم. أي أن كانت الميليشيات تتمركز في هذا المكان وهي محصنة بالجبال من كل اتجاه، وكانت تمثل عامل قوة للاستمرار والثبات في اتجاه باب المندب. لكن اليوم بحمد الله أصبح الجيش الوطني هو الذي سيستفيد من هذه المنطقة الخلفية للجيش الوطني المحصنة والمعدة عسكريا يعني مهنية عالية. والجيش والمعسكر العمري مساحته كبيرة جدا، ومنه سينطلق الجيش الوطني بكل يسر وسهولة في اتجاه تحقيق ما تبقى من مهام قتالية وبسرعة يعني كبيرة جدا.